المسيح لي اللي فهمت درس وفهمت واجبها وفهمت اللي راه الجمهور وعودة الجمهور قرار بيد هي مش قرار بيد السلطة بالتزامها هي بالتشجيع واحترام بطبيعة الحال الظروف والتراتيب الأمنية الموجود داخل الملعب. يعطيك الصحة نيس. عم حسن شو عندك في أولمبي سوس؟ نحكيو على توالي وعلى سكانا ساعة كما تحب أنت نحكيو على الزوز. هات تعطينا نحكيو على توالي طبعا. باه. أنا في موضوع فات حكيت على توالي وقلت اللي راهو أزمة تتعدى. حكيت الموضوع هذا. أيوة. وراهو ما يقعد شيء. لو تشوف المشكله تبرر لانه النجم الساحل عنده رجال صورتها في خوخه ورجال هزينها عندها رجالها. هوني شو يقول؟ قل الربيع حل والنوار حفل. وهوني فما حطيت جنان في دبوكي نوار نقص به لقب تاع كرة يد ترشح في كرة قدم نهائي تاع كرة طائرة معناها في ما شاء الله في جمعة من زمان رينا ايطوال اخرى نجم اخر. فهمت شو يقول هنا؟ يقول النجم يطيح بجنان والله فنان. شو يقول الجنان توا؟ يقول وزيد زرعت الحب والامان بين الجمعيه والخيان. نقول لكم من لوطه فين كنا وفين صبحنا. ايوه. هذه فيما يخص الاتوال. هذه فيما يخص الترجي الرياضي. والمقابله نتاعها مع دينامو زيمبابوي. ايوه. بالطبيعه شوفوا كيفاش كعبة دينامو كيفاش هاربة وهابطين عليها فهمت هابطين عليها على كور ستة كور كيف حاجة كي القنابل هابطين. هو يقول يا مامو أنا مانيش ار سي دي راني من زيمبابوي. هو كان جاي من ار سي دي قداش برك نبوس راني من زيمبابوي. أيوا يعطيك الصحة. هذا هو فيما يخص الإتوال والترجي الرياضي. يعطيك الصحة عام حسن. احنا توا باش نمشيو بطبيعة الجولة الأولى إياب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، والجولة هذه باش تلعب على 5 جولات بالتمام والكمال. نمشيو الحلقة الأولى والثانية في انتظار الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة مع الزميل وليد النويري ونرجع نواصل الحديث. تفضلوا. ثلاثة تعادلات بنفس النتيجة، حضور الأهداف في كل المباريات ولكل الفرق وعودة الشبيبة لأجواء الانتصارات، هذه أهم استنتاجات الأربع لقاءات الأولى للرابطة المحترفة الأولى. في القيروان رجعت الشبيبة للانتصارات بعد 6 جولات. انتصار الشبيبة كان بفضل ثنائية العويشي والحمزاوي، الحمزاوي اللي سجل للمباراة الثانية على التوالي، وهكا يكون زار شباك الباجية ذهابا وإيابا تماما على غرار فريقه اللي ينتصر على اللقالق ذهابا وإيابا ويوضع حد لأكثر من عشرية عجز فيها عن الانتصار على الباجية في القيروان. للباجية هزيمة ثامنة، لكن على الأولمبيك ينطبق عنوان المهزوم من الصنف الرفيع. علاش؟ لأن الباجية في 8 هزائم سجلوا هدف في 6 مباريات، لكن هذا منفعهم في حتى شيء. مباراة جرجيس بين ترجي الجنوب ومستقبل جيبس كانت نسخة مطابقة للأصل لمباراة الذهاب اللي جمعت الزوز فرق، نفس النتيجة تتعاود، وماهر عامر اللي سجل في الذهاب يسجل في الإياب. ماهر عامر اللي رجع أخيرا للتهديف بعد خلاف مع شباك تواصل 9 جولات. في المقابل الجوابسية يعجز عن الانتصار على ترجي جرجيس للمباراة الرابعة على التوالي في الرابطة المحترفة الأولى، وآخر انتصار للجوابسية على أبناء جرجيس كان في موسم 2008-2009 في الرابطة الثانية. مباراة بني خلاد والمرسى كانت مباراة الرقم 4، الهدف الرابع لمحمد علي بن حمودة مهاجم النجم الخلادي. 4 مباريات متتالية دون هزيمة للمستقبل الرياضي بالمرسى، و4 مباريات متتالية دون انتصار للنجم الخلادي، الرقم قابل للارتفاع خاصة إذا نعرفوا أن المباراة القادمة للسبيكة باش تكون ضد النادي الإفريقي. ونختموا بالرقم 2 اللي كان مسيطر على مباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري، ففي مباراة تسجلوا فيها 2 أهداف يعجز خالد بن ساسي للمرة الثانية في هذا الموسم على الانتصار على اتحاد المنستير بعد ما تعادل معاه وقت اللي كان يدرب النجم الساحلي في بداية الموسم. وبعد التعادل هذا تعجز البقلاوي للمرة الثانية على التوالي على الانتصار، في حين يرضى أبناء المنستير بنقطة التعادل للمرة الثانية على التوالي. إذا كانت هذه الدفعة الأولى والثانية انتهوا فيها 3 مباريات بالتعادل 1-1 ومباراة انتهت بزوز أهداف لهدف والإدارة ما بين شبيبة القيروان والأولمبي الباجي. والحلقة الثالثة كانت لعبت اليوم بين نادي الرياضي حمام الأنف والنادي الصفاقسي، وانتهت بانتصار حمام الأنف وعودة حمام الأنف إلى الانتصار 2-1، وهكا يكونوا بالطبيعة مباراة 2-3-4-5 مباريات انتهوا 3 منهم انتهوا بالتعادل 1-1 وزوز مباريات انتهوا على نتيجة 2-1. حكيت على مباراة حمام الأنف والنادي الصفاقسي، نرجعوا للمباراة هذه مع الزملاء عصام الزناوي وبعد نواصلوا الحديث. تفضلوا.
هل سيعمق النادي الذي الصفاقسي من جراح نادي حمام الأنف؟ أم تكون استفاقة فريق الهمامة للتخلص من المرتبة الأخيرة إذا ما كان متروح قبل انطلاق اللقاء؟ الشوط الأول أولى محاولات الهجومية من جانب نادي حمام الأنف. تمهيد ذكي من محمد أمين النفاتي، مهدي المرزوقي تزيد كات غلط رامي جريدي. دائما أبناء الهمامة في الهجوم، علاء الدين الدريدي من الجهة اليمنى يتوغل، يمهد لإدوروزي، لكن هالأخير يتباتى ويحرم نادي حمام الأنف من افتتاح النتيجة. دقيقة 16 أخطر عملية لهجوم نادي حمام الأنف، وليد المسعودي في التوزيع، حارس سي اس اس رامي جريدي يتألق أمام رأسية علاء الدين الدريدي. في المقابل النادي الرياضي الصفاقسي اعتمد على تزيد من بعيد للوصول لشباك حمزة الباهي. ماهر الحداد يتكفل بالمهمة لكن تزيده ما شكلتش خطورة على معوض العربي المجري. ثم تمريرة ذكية من هيكل الجمامدية، سلامة القزداوي يفشل في مغالاة الحارس حمزة الباهي. ضغط أبناء المدرب نبيل الكوكي يتواصل، علي معلول في التوزيع وسلامة القزداوي بكيفية غريبة يضيع فرصة سانحة للتسجيل. دقيقة قبل نهاية الشوط الأول هجوم معاكس لنادي حمام الأنف، أمين عباس ارتكب هافو على إيدوروزي، الحكم نصر الله الجوادي يعلن عن ضربة جزاء. معين الشعباني يتولى التنفيذ ويمنح أسبقية 1-0 للهمهم. الشوط الثاني مخالفة لنادي الرياضي الصفاقسي، علي معلول في التنفيذ، شادي الهمامي يمنح التعادل للسي اس اس. ثم تغيير اضطراري في صفوف نادي حمام الأنف، إيهاب البوسيفي مكان إيدوروزي. هذه توزيعة من علاء الدين الدريدي، وليد المسعودي يفوت فرصة مضاعفة النتيجة لزملاء معين الشعباني. دقيقة 80 كرة مرفوعة من جانب نادي حمام الأنف، حارس سي اس اس يتألق في مرة أولى أمام علاء الدين الدريدي لكن يفشل أمام إيهاب البوسيفي، وهدف ثاني للهمهمة. خمسة دقائق قبل نهاية المباراة، ساسي فرجاني كاد يمنح التعادل لنادي الرياضي الصفاقسي لكن كورته فوق مرمى حمزة الباهي. ثم انذار مجاني يتحاصل عليه زياد بوشنيبة كلفه الإقصاء. تنتهي المباراة بانتصار مقنع لنادي حمام الأنف، في حين نادي الرياضي الصفاقسي سجل هزيمته الثالثة في الموسم. صحيح ما يطلعوكم ما مشوهاش بالباهي، لكن زي ما يطلع كنا خير وقفنا بالباهي وعدلنا وجينا للمركز الثاني، ما كنا نشوفك الكرة الغالب. اوكي شغل هذيك الكرة. صحيح سيتياسيون صعيبة، معناها قاعدين نلعبوا بالكدا مش قاعدين نجسموا في الفرص. الحمد لله اليوم معناها الأولاد حاضرين شارين بالمسؤولية نتاع الهيئة المديرة والأحباء، معناها الزنقة وقفت نجم تقول قدام الهرب. اليوم الحمد لله ربي وفقنا باش ربحنا، لعبنا بالكدا وربحنا والحمد لله. أنيس بن شويخة يرجع الحمام الأنف يلعب 90 دقيقة كاملة. سي مختار حكيت برشا على أنيس بن شويخة، لكن باش نشمع الناس بالطبيعة باش تحكي لنا على المباراة هذه. إيهاب البوسيفي لاعب حمام الأنف تغيير اضطراري نزل في المباراة وسجل هدف. نحكيوها سرمانية برشا ناس حكيوها على آخر فرصة بالنسبة للمدرب هذايا، لكن حسب الأخبار اللي جينا من نادي حمام الأنف بالذات يقولون المسؤولين قالوا باش يتمسكوا بسرمانية رغم مهما كانت بالطبيعة نتيجة المباراة هذه، لأنه قيمة فنية معروفة سرمانية المدرب هذايا. كيفاش ريت انت المباراة وانتصار نادي حمام الأنف وهزيمة نادي صفاقسي؟ والله يقول حاجة، تغيير مدرب ما يلزموش يكون رهينة مباراة تربح ولا تخسر، معناتها يلزم يقيموه على حسب المردود ولا حسب التمارين ولا حسب تطور الفريق. معناتها ما نجموش اليوم نحكموا، احنا مشكلتنا مسؤولينا في تونس بعد ساعات يغيروا مدربين على مباراة تعادل ولا هزيمة، لكن فما تقييم، فما ناس يلزمها تقيم تكون تفهم الكرة وتعرف كيفاش الفريق وضعيته، معناتها كيفاش بداوا على حسب المجموعة على حسب الافكتيف، معناتها كي بداوا المسؤولين يكونوا صادقين بينهم وبين رواحهم يلزمهم يعرفوا يقيموا كل شيء، معناتها يقيموا الفريق يقيموا اللاعبين يقيموا المدرب ويشوفوا معناتها شنو التطورات. انا حسب اعتقادي برشا برشا مسؤولين في تونس مالوريزمون على حسب النتيجة ولا حسب شي ناحية ضغط نتاع نتيجة، ولو انه حتى مدرب يقوم بأداء طيب نحيه. فيما يخص المباراة ضالي نادي صفاقسي ما عرفش يكمل السلسلة الإيجابية اللي بداها معناتها بعد انتصاره مع النادي بنزرتي، معناتها كنا نتخيلوا النادي صفاقسي باش يشد الثنية صحيحة، لكن هزيمة اليوم معناتها بصراحة ما كانتش منتظرة. كنا النادي صفاقسي معناتها في وضعية كيما هذه كان باش يكون فريق باش يكون ينافس على البطولة ويكون في المجموعة في الكوكب يلزمو ينتصر في المباراة هذوما، لعب ضد فريق اللي أنيس بن شويخة نقولوا احنا معناتها
بيتم معنا عنده الحق سي مختار كي جمع اللي فات يمجد في انيس، خاطر صراحه انيس بن شويخه كان ميسترو بالرغم انه فيزيكمون ما كانش في نيفو كبير برشا، معناتها كان في الفتره الاخرانيه تعرف ما كانش يشارك بانتظام مع كبر سنه، ولكن كان فعال بالنسبه لنادي حمل نلف، كان بيتم معنا الكلمه الركيزه الاساسيه بالنسبه لنادي حمل نلف. معناتها نادي صفاقسي فما اخطاء قاعده يقوم بها الفريق، وفريق يحب يكون متنافس ويحب يلعب على البطوله ما نجمش يقوم اخطاء بديهيه كما نقولوا احنا. معناتها ضربه جزاء عباس كان تتذكر في مباراه نادي بنزرتي الحكم ما زفرلوش ضربه جزاء، كانت معناتها شد اللاعب من القميص نتاعو، لكن اليوم تكلفت له غاليه بعد ساعات، خاطر اللاعبين تتعدى له مره يسخيبها ديما باش تتعاود، لكن اليوم معناتها كان سبب باش جات ضربه جزاء الاولانيه، ولا الهفوه الثانيه اللي قالت معناتها في محور الدفاع كي نقوموا باخطاء كي هكا ما نجموش ننتصر وما نجموش نكونوا حاضرين في على احسن ما يرام. واضح سي ناصر بالانتصار هذا نادي حمل نلف يقفز من المرتبه الاخيره، يخلي وراها بطبيعه نجم الخلادي اولمبي البيجي وامال حمام سوسه من 11 يصبح عنده 14 نقطه. نادي حمل نلف وانتصار هام يهرب به بطبيعه حمام الانف كما قلنا من اسفل الترتيب. سي مختار نمشي معك، نجم نقولوا جوله التعادلات. نعم جوله التعادلات واولها يعني مباراه الشبيبه والاولمبي البيجي. الشبيبه يعني اذا كانت تحب الكره وكانت تعطي الكره تعطي حقها للشبيبه، كانت تكون الشبيبه يعني مش الوضع هذا، مش البنسيون اللي هابطه على المدرب وهابطه على الجمهور هابطه على اللاعبين وهابطه على الاداره. لان الشبيبه عندها زاد بشري، والشبيبه معروفه من قديم اللي ممول الانديه التونسيه الشبيبه بالنسبه للاعبين وبالنسبه لتخريج اللاعبين المدرسه نتاع الشبيبه. ف لسوء حظ الشبيبه يعني في الفتره من عام رينيتا سي مختار الشبيبه؟ اعوام قداش؟ لا ما رينيتش الشبيبه، كنت غالي على الشبيبه في وقت من الاوقات. سي مختار الشبيبه فازت في الماتش هذا ضد الاولمبي البيجي. اي واش قلت انا؟ لا انا قلت 2-1. واليوم زعما مختار معناتها مراد العقبي ولا مدرب باكي لما فاز هذاك هنا هذا باش نرجع لها، لان مراد العقبي يعني المسؤولين الناس المحبين في الشبيبه صعيبه ياسر، القنوان سخونه ياسر، هو بجنبي قانون ينجم يحكي عليها. القانون سخون ياسر في الكوره، اسخن من السياسه في الكوره. يحبوا ياسر الكوره، يتنفسوا الكوره الناس هذوما. فالشبيبه خلقت لاعبين وخلقت عملت ديزيكيب في اوقات معينه. فطبعا وقت يشوفوا رواحهم في وضع هذا ايكيبهم متكون. ايكيبهم صغيره، ايكيب جديده. المدرب طموح، مدرب عنده ما يقول في نفسه، عنده امكانيات، عنده خبرته المتواضعه، هذا الكل مع النتائج ما تمشيش، طبعا مع الضغط اللي هبط عليهم خلى الناس كلها تشك، والناس كلها ولات ما عادش تعرف حتى تمشي فوق الميدان. مباراه النجم رجعت الثقه للاعبين والمدرب والمسؤولين وللاحباء. والمباراه نتاع البارح يعني الانتصار نتاع البارح جاء، وهنا شابو ان بون بوان للمراد في تدخيل الشاب اللي العويشي اللي جاب الهدف الثاني، اللي جاب هو الهدف الثاني نتاع الانتصار. وهي جوله التغييرات يعني من البوسيل هذايا اعظم الاهداف اللي سجلت في الجوله هذه على جات عبر التغييرات الاشواط الثانيه. لا فما فقد تحملوش افتراري ماذا بينا ديما 90 افتراري يجيب لنا ماكيون احنا ماذا بينا ربما ضرر نافع. فبالنسبه للقابس والترجي الجنزيسي انا تفرجت فيها المقابله هذه، وكانت يعني مقابله في مستواها يعني ماهوش عالي ياسر، لكن مستوى محترم يعني مستوى محترم. كل فريق خذا فتره معينه، كل فريق لعب على اخطاء الخصم نتاعو، واعتقد اللي تعادل كان عادل بين الفريقين. ودائما وابدا كانت منافسات بين قابس وبين زنزيس كانت يعني شديده جدا. نحب نزيد كلمة واحدة بالنسبة لمباراة زرزيس. زرزيس بإجازة ناصر بإجازة ترجي زرزيس عنده مشكلة كبيرة برشا في المحور الدفاع نتاعو. معناتها جل الأهداف اللي قبلهم ترجي زرزيس معناتها كانت أخطاء دفاعية، معناتها خاصة الهدف الثاني اللي قبله ترجي زرزيس كانت هفوة معناتها كبيرة، خاصة في البلاسمون نتاع مدافعين. معناتها كيفاش نجموا نقبلوا هدف كي هكا؟ مش معقول معناتها في 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 رفيق تفضل جوست كلمة بركة. معناتها غدوة 1 ماي البطولات الأوروبية براتيكمون كله فات، وإحنا غدوة معناتها بدات الجولة الأولى نتاع الإياب، وغدوة إن شاء الله عيد الشغل. إن شاء الله غدوة عيد الشغل. باهي عم حسن رشيد، إذا كان عندك حاجة تخص المباريات هذه تاع الجولة ولا لا نجيك في الموضوع تحكي. عندي حاجة على مشكلة التحكيم اليوم. لا مشكلة التحكيم أنا خلينا شوية آخر، خلينا نمشيو مع خليناك تستنى سي عبد الرزاق إن شاء الله ما قلقتش بالطبيعة. لا أيوا سي عبد الرزاق.
سي عبد الرزاق الزيري كما قلنا رئيس اللجنه الوطنيه للتحكيم بطبيعه عينت مؤخرا بطبيعه. خلينا نمشي ونحكي معك سي عبد الرزاق في البدايه، كيفاش تمت عمليه الاتصال بك؟ كيفاش جاتك الفكره هذه؟ كيفاش تم التفاوض مع المكتب الجامعي في هذا المنصب الجديد؟ الحقيقه انا اتصل بي سيد رئيس الجامعه وحكينا شويه على الموضوع معناها واظهرت الاستعداد نتاعي اللي يتحمل هذه المسؤوليه. وبعد مده اتصل بي رئيس الجامعه وقال لي راهو احنا المكتب الجامعي وافق وعينت على راس الاداره الوطنيه للتحكيم. ايوه باهي، سامحني باش نستسمحك معنا مكالمه هاتفيه مباشره من المغرب باش نحكيو على بطوله افريقيا للملاكمه في دورتها 17. معنا رئيس الوفد على المباشر، مرحبا بك. عسلامة سيدي. مرحبا، شكرا لك. حبينا فقط ناخذ ما عندك بعض التفاصيل عن هذه البطوله الافريقيه وتقييم المشاركه التونسيه. هذه الدوره معناها اللي جاي البري اولمبيك اللي معناها تمكننا باش نترشحوا للالعاب الاولمبيه. الدوره هذه كانت تضم 155 ملاكم. في تونس شاركت 9 ملاكمين، الى حد الان عندنا 7 ملاكمين مازالوا معناها مترشحين ان شاء الله. ومعناها ابتداء من غديك لازموا نعرفوا شكون باش يترشح للالعاب الاولمبيه. ايوه، يعني تو مازلنا ما عرفناش شكون من مترشحين من تونس، معناش حتى مترشح للالعاب الاولمبيه؟ لا مازلنا معنا حتى مترشح. ايوه، معناها احنا 9 ملاكمين خسروا زوز وقعدنا 7 ملاكمين، معناها الى الساعه الحاضره معناها قاعدين معناها نقدموا، قاعدين يربحوا. وغديك ان شاء الله تدخل ادوار نصف نهائيه، وغديك شكون باش يترشحوا. الدوره كان بالنسبه لل كان... ايوه تفضل 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 سي يوسف ميسالش. الدوره معناها كانت معناها صعيبه شويه. أيوة. 155 ملاكم ومنهم ملاكمين معناها شارك ابطال افريقيا وابطال ليجي بانراب، وثم شكون شارك العاب اولمبيه سابقه، وثم شكون بطوله العالم، معناها ثم ملاكمين ثم مستويات معناها باهيه. ولادنا صغار معناها صغار، معناها عندهم عامين معناها ملي معناها بداوا دخلوا في الفريق القومي. في معناها متحضرين بكذا، لياقه بدنيه باهيه، اثر الصالات باهي، الانتصارات كانت معناها انتصارات معناها عن جداره. ومعناها وعندنا الوليد معناها وزن الثقيل السيد الجامي، معناها بالنسبه لنا احنا عنده 4 مقابلات دوليه، يربح المقابله الاولى يربحها بالضربه القاضيه، واليوم يربح المقابله الثانيه بشرط من الحكم معناها في الجوله الثالثه، معناها ثلاثه جولات وهو معناها منتصر على المنافسه تاعه. باهي، حبيت اسالك فقط كيفاش ترى حظوظ ان شاء الله في بقيه المشوار في هذه البطوله، ان شاء الله حظوظ التونسيه ومشاركتنا ان شاء الله في العاب الاولمبيه. ان شاء الله ان شاء الله، على حسب ما شفت انا معناها المستويات كل شيء، نتصور ان شاء الله باش يكونوا عندنا 4 ان شاء الله معناها توانسه يترشحوا للالعاب الاولمبيه ان شاء الله بقدره ربي. شكرا لك سي يوسف بن شعلية رئيس الوفد التونسي للملاكمة بالمغرب، شكرا لك كنت حاضر معنا. يعطيك الصحة. باهي نرجع معك سي عبد الرزاق الزديري باش ندخلوا معناها مباشرة في صلب الموضوع وفي صلب المشاكل والمشاغل اللي تشغل ربما التحكيم التونسي، لكن من نستدعاك باش تفرج معي في الروبورتاج هذا الخاص بلقاء زميلنا سفيان الوج، كان له لقاء مع الحبيب ناني الرئيس السابق للجنة الوطنية للتحكيم، كان معه لقاء ابرز مشاغل التحكيم ربما واسباب الإقالة بالنسبة للحبيب ناني، نشاهدوا الروبورتاج ونرجعوا ونواصلوا الحديث، تفضلوا. انا استقاله لا، انا ما قدمش استقالتي، وانا قاعد تجميد نشاط فوجي يعني فهمتي، ومن بعد تم تعويضي على بعد الخلاف اللي صار على هذه المستحقات الماليه فهمتي، واللي الناس ردوا راح بيبناني مادي ما نعرفش انا، انت كي تقوم بعمل الماء وتكون متفق على منحه تطلب حقك تولي تسمى مادي، ممكن مادي وماكش حاشاك سارق خير من اللي ماكش، معناها هذا الانسان تجي بلاش فلوس وتلوج على امتيازات اخرى ملتويه اكثر من مادة. انت توا كان تحب تشوف، نعكس لك انا الايه، انا توا قاعد نخلص في ضريبه نجاح، لانه وقت اللي انا تسميت انا مولود ثوره، راه انت تعرف المكان هذايا فهمتي، نتاع رئيس اداره وطنيه التحكيم، شكون اللي كان يحكم في اللعبه هذه؟ والاسامي معروفه يعني، ما كان حتى حد يدخل في وسط الحلبه
لو كان ما يكونش فهمتي مذاكره من طرف فهمتي الاطراف هذه. دونك انا مولود ثوره استقالت يونس فهمتي، كانت فما برشا اسماء مرفوضه فتم الالتجاء ليا في اخر لحظه، وكان عندي فهمتي معناها التجاء معناها وقتها نهارتها فهمتي لقاء مع انور الحداد في اداره وطنيه التحكيم باش انا فهمتي علمني بالتسميه فهمتي على راس هذه الاداره. لكن العباد اللي كانوا في الاداره استقالوا. علاش استقالوا؟ لانه ما كانش ثم ايمان اللي السيد هذا فك الظروف الصعبه اللي هو ينجم يمر بالتحكيم الى بر الامان. دونك وقت اللي تعدينا المرحله نتاع البطوله واحنا كنا فك المرحله هذيك على ابوابها انتخابات نتاع الجامعه لا وخرها انتخابات جايه وخر فهمتي كذا، بعد كي بدا يستقر الوضع نسبيا هذايا النجاح هذايا السيد فهمتي معناها باش يفسد اللعبه على البقيه، يعني لانه فما عصابه مفسدين في التحكيم هذايا فهمتي مما لا شك فيه، والناس هذيا مازال عندها فهمتي موقع ومازال عندها تاثير في القطاع. النوادي نتاع فهمتي المحترفه بكلها اسال نادي نادي، انا زرعت الطمانينه داخل هذه النوادي لانه احنا كنا في حاجه ملحه الى ثقه متبادله، وانا ما كانتش عندي الوان والحمد لله ويعرف الخاص والعام. انا فهمتي من منطقه تقريبا نادي الاولمبي للنقل يعرفونا عشنا فهمتي هكا بكرامه وبشهامه، وجيت مانيش كريم نتعلم مانيش بطلبه، جيت انا دقوا عليا باب قالوا لي ايش فهمتي طبيعي جدا فهمتي، حبيت انا نقول مناسبه باش نحطوا هالثقه هذه بين جميع الاطراف اللعبه واحنا كحلقه اساسيه في تطويرها، وبالتالي فهمتي كنا ناجحين في هالشيء هذا، ويعرفوا النوادي راهو ذكيين برشا، يعرف يتصل بيك ولا ما يتصلش بيك، يعرف كنت تاثر في التعيين ولا ما تاثرش. فما عصابه مفسدين وسأناضل من اجل هذا الفساد. مازالوا موجودين. وانا كان عندي لقاء مع سيد وزير الرياضه بعد مباشره بعد تسميته على راس الوزاره، وتحدثت معاه في المشاكل المتعلقه بقطاع التحكيم، وكنت صريح ونبهته الى عديد الاشياء اللي تحوم حول هذا القطاع. الكفاءات بدات تبعد وقاعده تجي الناس، اجي شوف انت في المواقع توا كيفاش قاعده فهمتي ترجع الناس اللي بعدت وقاعده فهمتي تحب تحوز على هالاداره الوطنيه وعلى الجامعه وعلى الكره التونسيه. مازالت عندنا فهمتي الناس اللي محيطه بينا ماهيش مخليتنا باش نقدموا في التحكيم هذا. هالمنظومه الفاسده هي اللي مازالت عندها موقع، هي مازال عندها تخوف انت وقت اللي تبدا انت فهمتي عندك بناها زاد وعندك جرأه وعندك برنامج في مخك يعرقلوك. اكيد يعرقلوك، وهو ما فهمتي نجحوا في العمليه لكن ما نجحوش الحبل القصير، لازم تعرف اللي كون الحبل القصير، لانه انا فهمتي جريء واتكلم فهمتي. انا اقول لجنه التحكيم اللي التحكيم في حاجه الى ترميم الصفوف الساعه، وانا مستعد وانا البرة باش نمد يد المساعده فهمتي لزملائي مهما كان الكفاءه نتاعو والمستوى نتاعو. قا راو ما تخليوش هالقطاع هذايا من يغتالوا، احنا فهمتي هذه عمليه اغتيال شخصيه قطاع التحكيم، واحنا حبينا نوظفوا فهمتي قيمه وشخصيه وهيبه للاداره الوطنيه للتحكيم، معناها نخدم معك كجامعه تونسيه كره قدم تحت سلطتك وتحت اشرافك، لكن في استقلاليه وسط المنظومه العامه، في استقلاليه في الجزئيات وتبعيه في البرمجه، ماهيش استقلاليه كامله، استقلاليه في التنفيذ. حبيب ناني اطرح برشا قضايا متعلقه بالتحكيم ولجنه التحكيم في تونس، واحنا ربما ملاحظه نحب نسوقها، نستغرب ربما مسؤولين بعد ما يتخلصوا من المسؤوليه يطرحوا القضايا هذه ويبدوا برشا قضايا، احنا ماذا بين لو كان المسؤول يبدا عنده صلاحيات يبدا موزول في صلب الوزاره ولا في صلب المسؤوليه نتاعه ويجبر القضايا هذه كله ربما يحل، علاش بعد ما الناس كل ما نخرج من المسؤوليه هذه ولا نجبد في القضايا قدام ونحايروا كيما الثوره التونسيه بتبيع برشا ناس بعد الثوره من غير ما نحكيوا على التفاصيل هذه كل باش نتجاوزوها. خلينا نبدا معك سي عبد الرزاق زديري رئيس اللجنه بتبيع الجديد،
بطبيعة أنا كنت تسمع في الريبورتاج، كنت تسمع في سي الحبيب ناني، كي تسمع كلام كيما هذايا كيفاش ترى المسؤولية؟ مسؤولية صعيبة برشا تقريبا باش تكون على عاتقك. والله في الحقيقة مسؤولية صعيبة، لكن اللي ريته أنا هذا نستغرب، ثم أشياء نستغرب منها، لأنه أنا كنت مع سي الحبيب ناني في الديبارتمون نتاع المراقبين من شهر نوفمبر. من شهر نوفمبر إلى يوم التاريخ هذا سي الحبيب نادي ما عقدش اجتماع بالمسؤولين اللي معاه. فالكلام اللي قاعد يقول فيه مانيش عارف منين يجي فيها. باهي سي عبد الرزاق احكي هو الأسباب المادية، الأسباب المادية ماهيش واحدة كما كنت تحكي أنت، هي اللي كانت وراء الإقالة هذه، فما متابعة، فما تكوين، فما رسكلة، فما تأمين، هذوما كل مسائل تهم التحكيم التونسي. بالنسبة لك أنت كنت معناها عارف المسؤولية هذه، تعرف برشا المشاكل هذه، كان عندك اجتماع مع أعضاء المكتب الجامعي، شنو هي أبرز النقاط اللي حكيتوا فيها في الاجتماع هذا؟ والله أبرز النقاط اللي وعدنا بها المكتب الجامعي وعلى رأسهم رئيس الجامعة هي مراجعة عقد التأمين اللي هو ضروري وضروري جدا. عندنا الإقامة نتاع الحكام في التنقلات نتاعهم البعيدة اللي تفوق 300 كيلومتر، معناها مش تكون في نزل ذات أربع نجوم وعلى يكون خلاصها عن طريق الجامعة. عندنا تأمين سلامة الحكام ولهذا ضروري، معناها وراسلت الجامعة السلطة المعلية بما فيهم وزارة الداخلية، ثم تفعيل دور الحكم بالنسبة للجمعيات. ثم جمعيات نبهت عليهم اللي هما شهروا بالحكام وهما فهمت ولا مس الحكام حتى في الشرف نتاعهم، معناها ثم زوز مسؤولين من الجمعيات مشوقة استدعاهم للمكتب الجامعي المشين عقد يوم الخميس. عندك مراجعة النظام الأساسي للحكام، عندك مراجعة المنح المسندة، عندك مراجعة أيضا منح التنقل. وبالمناسبة نزف بشرة للحكام والمراقبين اللي هو تم معناها إسناد سندات الخلاص خلصين، يعني الحكام كل خلصين معناها صبوا الدفعة الثانية نتاع الخلاص. حتى المتفرج يبدا يعني على بينة من امر، ونحكيو على الميزانية. احنا ميزانية لجنة التحكيم كانت في فترة علي الحافظي 900 مليون، توا ولات مليار و250، لا مليار و250 في السنة الفارتة، مليار ونص في العام هذايا، وان شاء الله في العام الجاي. هذه حسب ما جاء على لسان اعضاء المكتب الجامعي، هي كانت برنامج لمضاعفة ميزانية اللجنة الوطنية للتحكيم. خلينا نحكي معك سي عبد الرزاق، الميزانية هذه توا اللي هي مليار ونص، ما حكيتوش كيفاش باش يتم تقسيمها في اتجاه كونه يصير إزادة يعني العناية بالحكام، في اتجاه تأمين الحكام هذوما، وخلاص كما كنت تحكي تو خالصين، في اتجاه مضاعفة المنح نتاعهم، كلها حوافز تشجيعية حتى الحكام. باش نبعدوا شوية على الظواهر الالتوائية، باش نبعدوا على ظواهر الرشوة. سي مختار خلينا نبداو واضحين مع بعضنا، خلينا نذكر ثم حويجة، ثم حويجة اللي هي معناها الاعتذار نتاع سيد رئيس الجامعة لكل حكم وقع عليه الاعتداء. هذه معناها كلها اعتبروها الحكام حوافز اللي هي حوافز معنويه كبيره ياسر. معناها تصور انت رئيس الجامعه يقول لك اخويا سامحوني سامحوني انا نعتذر، فمعناها في بلاصه الجمعيات اللي اعتدت على الحكام، معناها ماذا بينا الجمعيات فهمت ولا يتحملوا مسؤوليتها. خلينا نحكيو تو على مهام المكفوله بالنسبه لكل لجنه من اللجان في الهيئه نتاعكم بالطبيعه. خلينا نحكيو ساعه اللجان هذه، عواز طرابلسي رئيس لجنه المتابعه، مراد الدعمي لجنه المراقبين، هشام قيرات لجنه تعيين الحكام، ونصر كريم التكوين والرسكله. اللجان هذه ربما يلزمها تصير كل مره اجتماعات دوريه كما كنت تحكي انت في المده الاخيره، ما صارش حتى اجتماع. هل المراقبين اللي نبعثوهم في المباريات هذوما يدونوا في التقارير نتاعهم؟ التقارير هذه بعد وين تمشي؟ معناها تصير الاعتماد عليها ويشوفوها يوقع الاعتماد عليها. التقارير هذه تجي لجنة المراقبين، لجنة المراقبين تشوفها تعطيها لجنة التعيينات، معناها خاصة إذا كان الحكم معناها عنده ملاحظات سلبية تعطيها لجنة التعيينات باش ما يوقعش الاعتماد عليه كما نقولوا في الرابطة المحترفة الأولى، واللي يهبطوه للرابطة المحترفة الثانية ولا الثالثة أو يجمدوه. ثم إذا كان معناها الأعداد نتاعو ضعيفة أو ثم قام بأخطاء اللي هي كما وقعت قبل، الحكم هذا تستدعيه لجنة المتابعة. لجنة المتابعة بالفيزيوناج تظهر له الأخطاء نتاعو، ويوقع اقتراح تجميده، تجميد نشاط نتاعو،
انت وحسب اذا كان ثبتت عليه بطبيعه اذا كان ثبتت واضح باهي. خلينا نمشي معك رفيق تحكي معي في الموضوع هذه اللجان هذه اذا كانت فعلت يعني اللجان هذه وقامت بدورها كيف ما يلزم معناها دورك الموكول لها كيف ما يلزم ما نوصلوش للمشاكل اللي وصلنا خاصه في المده الاخيره والشيء اللي صاير على التحكيم التونسي. شوف انيس المشكله نتاع التحكيم اكبر من كونه حكايه لجان تخدم ولا ما تخدمش. مشكله فهم معناتها مشكله مبادئ. معناتها الحكم التونسي اليوم حكم مهدد في حياته، حكم مهدد في سلامته الجسديه، الحكم يخاف باش يتنقل يعمل مقابلات، ضغط كبير عليه، برشا كلام على التعيينات، برشا كلام على اعداد المراقبين، برشا كلام على الحوافز الماديه، الظروف الرديئه اللي تتدربوا فيها الحكام، في خضم هذا الكل ما تصورش. معناتها الحكايه مش حكايه لجان، لازم ثوره تقع في ميدان التحكيم. سي عبد الرزاق انت الوضعيه ماهيش نتاع اللي قبلك ولا اللي وضعيه تراكمات نتاع اعوام وعوام. اليوم الحكم التونسي صحيح تقدمنا لكن فما برشا ناس مازالت تمسخ في ميدان التحكيم في التعيينات التحكيم ولجان التحكيم على مر العصور حتى لتوا يخافوا من الفرق اللي تلعب على الالقاب ونشوفوهم يجاملوهم ونشوفوا كيفاش برشا فرق ما تلقاش حقها مع الفرق اونتر كيمي تلعب على الالقاب نسميوها كبيره الغنيه في التعيينات. فما برشا وجوه في وسط لجان التحكيم اللي اكل عليها الدهر وشرب ما عندها حتى مكان في الموقع توا في التصويره. خرجوهم يا خويا اعمل ابدا في جديد خلصوا الحكام. اليوم حكام كما يسر سعد الله على خاطر ضربه جزاء وضربه جزاء تعطاو ضد نجم الساحلي يعاقب لاخر الموسم معقول هذا؟ كيفاش انت تشهر بالحكم تاعك وتهبط عليه ضغط وتحبه يعطي معناتها سبحان الله نجم يغلط الحكم ولو انه في المقابله هذيك البلانتي ثانيه صحيح بلانتي بركة بتتر فيها شك. معناتها هذه كله انا حسب رايي نيس معناتها مشكل اعمق من هكا برشا. عندك مهمة صعيبة ياسر انا نتصور ماهيش حكاية مادية بركة حكاية ثقة. اعطيو ثقة الحكم التونسي دافعوا على الحكم التونسي وخاصة نقصوا من الضغط خذوا قرارات وما تخافوش من الفرق ومن الانتوراج نتاع الفرق مش الكل لا وبرشا تجديد وبرشا وجوه ما عادش عندها ما تنجم تضيف في لجان التحكيم. هذا رأيي. باهي معنا مكالمة هاتفية مباشرة من قفصة مع ممثل عن حكام قفصة مروان بن عبد الله. مرحبا بك مروان. مرحبا. مرحبا اخويا انت حاضر معنا اليوم تحكي على ملف التحكيم وعلى لجنه التحكيم بطبيعه خلينا نحكيو على حكام قفصه وابرز مشاغل بالنسبه للحكام في قفصه. مشكور خويا. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كان باش نحكي على مشاغل التحكيم في قفصه موضوع التحكيم في قفصه اكبر ملف. اذا كان باش نحكوا شنو موفرين ولا مش موفرين حتى شيء، احنا كان باش نحكوا شنو ناقصنا باش نحكوا ما عندنا حتى شيء. نحب نقول للمسؤولين على التحكيم وعلى الكره في تونس لازم تحكي على شنو ماهوش ناقصك. يزينا من الوعود يزينا خاصه يجونا القصه الكلمه اللي الناس معاها اللي عندنا عطف خاص على رابطه قصه وحكامها واول ما يكمل الاجتماع يخرجوا ينسونا او بالاحرى يتناسونا. زاد غياب كل للدروس. احنا سنه في السيزون هذه ما جانا حتى مكون من المكونين اللي تعتمدهم لجنه التحكيم لاسباب يقول لك اسباب امنيه ما نجموش نوصلوا للقصه. علاش الحكم مطالب باش يخرج من قفصه يمشي لبنقردان ويمشي لبنزرت ويزفر في النواحي كل في الشرق وفي الغرب والسيد المسؤول هذا اللي باش يجي يقري ساعه ونص ويخلص عليها اكثر من اللي يخلصوا الحكام؟ لا على خاطر ظروف امنيه. زاد حاجه نسمع في البارح في السي زيد يحكي على الحكام يقول يخلصوا في 200 دينار. ثم حكام وهابح ذاك الفنيين يقول لك شنو الفرق ما بين الايفنت يعني الاسبوار والسينيور؟ ثم حتى فرق يمشي يزفر ماتش سبور يخلص في 9000 وفي 12 دينار. العباد تقول لك هاو يزفر في سبور ترجي يخلص في 12 دينار وزميله بعد اسبوع يطلع له الملاعب هذاك يلعب سينيور يخلص عليه 200 دينار. ثم حمايه الحكم والاعتداءات. الاعتداءات على خاطر علاش الاعتداءات؟ علاش الناس كل تتجرأ باش تعتدي على الحكم؟ مش خاطر هما عندهم شخصيه، على خاطر هما عارفين مش باش يصير حتى شيء ومش باش يتعاقب حتى انسان، وعمرنا ما سمعنا بجمعيه طيحوها من الآل البي ولا من البي للسي ولا من السي للونار، على خاطر هي اعتدت على حكم واكبر دليل اللي صار لزميلنا رضا ابو جمعه في قرقنا. الحكم روحوا بيه سكورتي كي من غدوه هو اللي حلوا في تقرير المراقب اخر كلمه قال هاو قال في اخر كلمه ماشيين يداري الملاعبيه وصلوا ضربوه ولا ما ضربوش. كي الاعتداء كي محاوله الاعتداء نستنوا حتى يموت رضا ابو جمعه باش نعطوه حقه. حاجة أخرى بربي نقول للمسؤولين اللي معناها باش يشوفوه مع أصحابنا في قفصة معناها راهو بالحق باش نأكدوكم اللي احنا بالحق رانا باش نبقوا نجاهدوا. أنا ليا شهرين ونص وما نزفرش على خاطرني تكلمت في إذاعة وقلت كلمة حق احنا ما نخافوش وبإذن الله راهو باش يجي نهار باش تشوفوا حكام من قفصة
في القائمه الدوليه اللي هو في العمر كلكم مسار هذاك لك. وحاجه بربي باش نحب نقولها للمسؤولين، السيد الجديد هذا اللي جاء بربي شوف الناس اللي تخدم معك، راهي مش المشكله مش في حبيبناني ولا فيك انت، المشكله راهي في الناس اللي باش يخدموا معكم. المشكله وقت اللي يقول هو على مراقبين، انا نشوفه في الحوايج المراقبين اللي يبعثوا فيها سلبيه على الحكم، علاش ما تشوفش الحوايج الايجابيه نتاع الحكم؟ علاش ما تشوفش حكم في كتاب لك عليه مراقب قال لك راه الحكم هذا يستاهل باش يوصل وباش يتشجع. بالحق نحب نقول بربي هذه كلمه بالحق مني من شخصي ما يتحمل مثلي لا حتى حد. باهي مروان انت ظاهر قلبك معبي على التحكيم بعدك برشا مشاغل صح؟ كلمه واحده والله كلمه واحده فضل. كلمه واحده بالحق للمسؤولين نحب نقول كلمه حق، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يحاول انه يضر التحكيم في تونس. وبالحق من اراد بالحكام خيرا ربي ان شاء الله يعينه ويوفقه، واللي يريد بينا غير هذاك ان شاء الله ربي بعدها علينا. ونحب نذكر ان مسؤولين في قصه بالحق السنه قاعدين نتعب وقاعدين لوحده كل شيء وما شفنا حتى شيء. بربي 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 قصه راهي جزء لا يتجزا من تونس. اكيد ما تحسوناش بالجهويه، ما تحسوناش اللي احنا بعاد على العاصمه ذاك علاش احنا ما نزفروش. لا يعطيك الصحة مروان كلامك باهي برشا، يعطيك الصحة على الكلام هذا كل مروان. هاو حاضر معنا بطبيعة سي عبد الرزاق. باش ما ننساش حاجة برب، احنا الرابطة احنا في الرابطة نتاعنا في قصة، الرابطة رابطة فيها طفلة واحدة تزفر الحل وما لقيتش حظها حتى مع البنات، هم الكل بكل ظهر مروان. مروان إذا كنت تسمع فيها هاو حاضر معنا سي عبد الرزاق، نجم أنت تتحول من قفصة وتجي اللجنة هنا وتعمل جلسة عمل ولا جلسة استشارية مع سي عبد الرزاق. ما عرفتش سي عبد الرزاق ما نتصورش كان ترفض أنت. لا تفضل بكل وقت. إذا كانت تسمع فينا بطبيعة تنجم تحول لتونس وتعرض هالمواضيع هذه كل، نتصور سي عبد الرزاق هو حكم دولي بطبيعة من منذ 91 يعني، وكان حاضر في ويعرف المشاكل اللي يعيشها التحكيم الكل، وإن شاء الله باش يكون متفاهم وباش ندرسوا مع بعضنا المشاكل هذه كل، وإن شاء الله نلقاو بطبيعة كل المستقبل خير بالنسبة للتحكيم التونسي. نمشي معك أنيس كالعادة قانونيا باش نحكي معك، شنو أهم الإجراءات القانونية اللي نجم تتخذها تو لجنة التحكيم والإدارة العامة للتحكيم والجامعة التونسية لكرة القدم في اتجاه كونه تحسين ظروف الحكام في تونس؟ اولا بالطبيعه الاجراءات القانونيه ولا النصوص القانونيه ولا الترتيبيه ماهيش باش تاخذها لجنه الاداره الوطنيه للتحكيم، ياخذها المكتب الجامعي. هناك جلسه عامه يوم 18 ماي يمكن ادخال فيها تنقيح على انا نراه معناتها ضروري اليوم في اتجاه منح الحصانه للحكم اثناء اداره مباريات. كل لاعب كل مسؤول كل شخص يعتدي على الحكم سواء لفظيا ولا جسديا يكون يتسلط عليه اقصى العقوبات اللي تصل الى حد الشطب النهائي باش الناس الكل تعرف ان الحكم راهو موجود في مباراه راهو تحت حمايه خاصه، ما يلزمش لا الاعتداء عليه لا باللفظ لا قبل ولا اثناء ولا بعد المباراه. هذه معناتها عنصر هام اكثر عندنا من التامين، على خاطر كي نحكيو على تنقل الحكم ويسكن في نزل اربع نجوم، النزل هذا وين باش يكون؟ في المدينه اللي باش يزفر فيها ولا قبل ولا بعد؟ وماهوش وسمعنا وخرج كلام اللي في مباراه الدربي الحكم زاروا احد الزائري الليل باش يعطيه توصيات على مباراه الدربي رغم اليوم موجود في نزل، واللي كما اذا كان استغل الكلام اللي كان يقول فيه سي الحبيب بناني وموجود وما ينجمش حتى واحد ينكره عصابه مفسدين ولا الناس اللي سمسره الحكام وسمسره التحكيم اللي تعرف التعيينات قبل وقتها وتعرف التعيينات قبل حتى ما تخرج التعيينات وقبل التعيينات. ما تجتمع حتى اللجنه يعطيه اسامي الحكام للجمعيات والجمعيات تقترح شكون يحب يزفر لها. يظهر لي اليوم وقيت باش نضعوا حد للشيء هذايا ونحميوا الحكام وما نحسوش الحكم لما مسؤول نتاعو يعينه اللي بغرض ما باش يزفر في مباراه معينه. ونتذكر حتى السيد هي ليس احنا لازمنا نشوفوا اذا كان نشوفوا تجاوز كل واحد اذا كان يتكلم هو في موقع المسؤوليه نتاعو يتكلم بطبيعه ما تصيرش التجاوز هذا. كان الحكم قال لك تكلمت تعاقبت شهرين ونص ما نزفرش. هذه حاجه ثانيا حتى بالنسبه للاداره الوطنيه للتحكيم طرحت فيها برشا مشاكل. انيس نستعرف معناتها توا اليوم فما بحث جاري في صلب المكتب الجامعي ووقع تكليف به احد اعضاء الجامعيين للبحث في مساله التجهيزات الناقصه بالخاصه بالحكام، ثم معناتها علامه استفهام كبيره وين التجهيزات الخاصه بالحكام اللي ماهيش موجوده في اداره التحكيم، وتقع وقع فتح بحث والبحث جاري ملف كبير هذه حول اثنين مساله الامتحانات الحكام اللي القائمه اللي خرجت وبعد تم سحبها والنتائج اللي تم الاعلان عليها وتم معناتها بعد التراجع فيها زاد كيف هذه مساله نقطه استفهام ثانيه. مساله التجميد تو نرجع للاداره الوطنيه للتحكيم والمدير الوطني للتحكيم قبل تم تجميده منذ اواسط الموسم الفارط وتم سحب سلطه التعيين ومنحها للسيد هشام قيرات، ومن بعد تم تجميد اصلا النشاط نتاعو في صلب الاداره الوطنيه للتحكيم، وبعد تم اقالته وتعويضه بالسيد عبد الرزاق قزديري. هذوما الكل يطرحوا اشكاليات كبيره في الاداره الوطنيه للتحكيم. اليوم
يظهر لي سي عبد الرزاق قادم على شانتي كبير، قادم على مشاكل كبيره ما ياشي ربي يكون في عون. اكيد ربي يكون في عون، واكيد زاد لازم يتصلح بعزيمه وباصرار كبير، على خاطر اللي بارازيت الموجودين حول الاداره الوطنيه للتحكيم وحول الحكام وصمصيره التحكيم يظهر لي لازم يكون عنده الشجاعه الكبيره باش يقضي عليهم، ونقول يبدا في مرحله الاولى يحد منهم الساعه حتى الى حين القضاء عليهم ان شاء الله. ولو انه ما نتصورش انا مانيش متشائم، ما نتصورش باهي مش معك سي مختار، من بين البرامج اللي حكيتوا فيها مع المكتب الجامعي هي تخفيض العمر المحدد لانتداب الحكام وبعث مدارس فيدراليه للحكام الشبان في الجهات. ما نجموش نقيموا احنا عمل اللجنه وعمل المكتب الجامعي بما انهم مازالوا جدد، لكن كيفاش ترى المستقبل مع هذوما المسؤولين الجدد على الجامعه وعلى لجنه الحكام؟ اول حاجه حبيت نرجع سيناني على الكلام اللي قالوا، اللي فما تناقض كبير في الكلام اللي قالوا، لكونه اولا يقول فما عصابه سماسه وعصابه فساد وعصابه شنو هو يتفنج، وهذا كما قلت انت يعني مش معقول باش وقت يخرج يولو فما عصابات وفما تخريب وفما بيع وشراء. المفروض راهو هو وقف وخذا موقف وكانت الناس تمشي معاه، هو المسؤول الاول على سنين يقول انا مستعد خارج، انا خارج ونخدم معاهم. كيفاش عاد ما عادش ممكن الكلام هذا، ما يصيرش هذا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية متاع قفصة. قفصة هو يتكلم مع التحكيم فيها قفصة، بل تكون التحكيم فما ساعة فما أمور أخرى معيشية واجتماعية اللي هي تعاني منها. فالرياضة والتحكيم يعني داخل في المنظومة متاع قفصة والمشاكل الموجودة في قفصة. وأنا أعتقد الإدارة الجديدة هذه برئاسة السي عبد الرزاق يعني مثل الوزارة اللي منكبه كل الواحد على الغرب نتاع تونس على قفصه على الجهات هذيا المتضرره من النظام البائت. يعني اعتقد هذا في التحكيم باش يكون النقطه هذه اساسيه باش يمشيوا لهم سي عبد الرزاق بنفسه وجماعته باش حتى معنويا يهزوا لهم المعنويات نتاعهم. هي برامج كبيره تنتظرها بالطبيعه ان شاء الله تفعل البرامج هذه. خلينا الناصر اذا كان عندك مضيف قبل ما نشيلها احسن. والله نحب نضيف حاجه واحده، معناتها التحكيم راهو تهمش في كل الولايات وفي كل، كنا قبل نشوفوا حكام من القسرين، كنا نشوفوا حكام من الكيف، كنا نشوفوا حكام برزين وكانوا مؤثرين معناتها في البطوله نتاعنا وكانوا، لكن مالوريزمون تهميش صار في كل شيء. مالوريزمون في الفتره الاخرانيه في السنوات الاخرى معناتها فما تهميش. اليوم سي عبد الرزاق مطالب انه باش يخدم خدمه كبيره خاصه في داخل الجمهوريه، يعطي حق الناس، خاطر بالمجد اللي يبدا داخل الجمهوريه يحس روحه مظلوم، يحس انه بعيد من موقع السلطه، نقولوا احنا موقع القرار، انه بعد ساعات يصير بعد ساعات التجاوزات ما ياخذوش حظهم كما يلزم. ماذا بينا احنا يدخلوا داخل تونس باش فما برشا ناس، فما برشا طاقات. وفما حاجه اخرى، البارح سمعت سي عبد الرزاق يتكلم انه كانوا فما 1200 حكم، اليوم اصبح عندنا 480 حكم. هذا ما نقولوا احنا مناش، معناتها نورمالمون كان جات فما موتيفاسيون، كان جات فما تشجيعات، كان فما واحد، راهو اليوم الناس تتجارى على الميدان هذا. هذا كله معناتها لازم نرجعوا الغرام، لازم نرجعوا لونفي باش الناس تتشجع. موتيفاسيون بالطبيعه. كيما ماديات وكل شيء. انا قلت ولدي يمشي زفر بشكل تريحه ولا يجي مدموغ ولا ما نعرفش عليك. هذا كله معناتها يخلينا هذا مؤشرات تخلي سي عبد الرزاق سامحني، حبس سي عبد الرزاق نقول له كلمه واحده. كلمه واحده. في التحكيم فما جزئين، جزء الفرق الكبرى وجزء الفرق الصغرى، يختلفوا على بعضهم كل شيء، يختلفوا في التعيينات وفي كل شيء. النصيحة إذا تتحكم في الأندية الكبرى وما يدخلوش فيك الأندية الكبرى راك مش تنجح. إذا كان تعمل كما عاملوا اللي قبلك ويسمعوا الكلام، وهذا نتاع ليتوال نحطوا في الديبلاسمون، وهذا نتاع الاسبيرونس نحطوا من هنا، وهذا نتاع الكوب نحطوا من هنا. واضح سي مختار، انتهى الوقت بالطبيعه. هذه نصيحه لك موسوعه. هذه نقطه مهمه جدا لك انت سي عبد الرزاق. خلينا نمشي مع محسن، شنو عندك على الحكم؟ في ساعه محسن. ما نجمش ننكر انا التحكيم في مشاكل كبيره. وش نقول هنايا؟ شوف السفره كي سفاره كيفاش انت على برونكار وهزينا في اون اورجونس، معناها في خطر. التحكيم يشكي هنايا يقول له وينك يا كابتن طارق؟ راني جيعان عطشان مجروح وعيان، ما تلزنيش نمد يدي ونقعد على كل لسان. وهني من اللوطة المسؤول المباشر نتاعو يقول له علاش القوادة؟ جيو الكونكلوجيون توا كاريكاتور الاخرانيه اللي هي تلز هوني الحكم انه الزفاره نتاعو ما عادش تصلح له. يعني الحكم بيدو ما عادش يسحر روحه في سوق لحد يولي يخرج الزفاره باش يبيعها سولد في متناول الجميع. صفرها للبيع. وهنا يقول راني لا امن ولا امان. باهي يعطيك الصحة يا محسن، بالطبيعة شكرا لك، شكر خاص لك يا محسن، اليوم ترجع معنا بعد غياب الأسبوع الفارط، شكرا لك.
نخلي لك المتفاش عبد الرزاق اذا كان عندك مضيف في مجال التحكيم ومستقبل التحكيم وانا التفعيل بدون هذه البرامج اللي حكينا عليها. والله ان شاء الله احنا على كل حال البرامج اللي بدينا نسطر فيها ما نقولكش معناها سطرناها، احنا بدينا ديجا نسطر فيها ان شاء الله نلقاو اذان صاغيه ان شاء الله يعاوننا الاعلام، وان شاء الله الجمعيات، واحنا الدور الكبير هي الجمعيات، لان الطرف هذاك الطرف المقابل نتاعنا، اذا كان الجمعيات معناها ما تمدش يد المساعده للحكام راهو ما ثماش حتى نجاح حتى 1%. يعني احنا لازم الاشكال نتاعنا هما الجمعيات، لازم الجمعيات يمدوا لنا يد المساعده ويكونوا متفاهمين حتى ننهضوا بهالقطاع هذا وباش نبرزوا فهمتي ولا حكام جدد اللي تعرف احنا طاقه الاستيعاب نتاعنا توا عندنا 21 حكم يزفروا في الرابطه المحترفه الاولى. ال 21 حكم منهم خمسه مضروبين مزوز ومعاقبين، اش قاعد؟ 16 حكم اكيد معناها حتى الفرص نتاع باش حكم يزفر مقابله بعد اربع ولا خمس جولات روتاسيون الجمعيه واحده معناها التداول على المباريات ما عندناش امكانيه. واضح اكيد مشاكل كبيره تنتظركم، وان شاء الله البرامج هذه اللي حكينا عليها يصير تفعيلها في القريب العاجل كما قلنا سي عبد الرزاق، ان شاء الله حظ موفق للمستقبل بالنسبه للجنه الوطنيه للتحكيم. شكرا لك على حضوركم معنا. انيس بميم شكرا لك على حضوركم معنا. شكرا ومساء ليلة شرى ليلتك زينه وليله زينه للكل. مساء الخير كيفاش نعاودوا من جديد؟ لا مساء الخير يقعد مساء طويله. مساء الخير سي ناصر شكرا لك ايضا. يعيشك نقول سي عبد الرزاق راه تستنى فيك مهمه كبيره ومهمه تاريخيه، معناتها نحبوك مش كما الحبيب ماني، معناتها اليوم كان فما تجاوزات تقوم بها وتصلحها توا معناتها. سي مختار شكرا لك ايضا الكابتن حضر معنا. شكرا لك وشكرا سي عبد الرزاق وان شاء الله نتمنى له كل النجاح والتوفيق في المهمه تاعو. زميل رفيق يعطيك الصحه. يعيشك انيس شكرا لك وان شاء الله حظ موفق. يعيشك بارك الله فيك. يعطيكم الصحه وصلنا للنهايه، اجمل تحيات كل الفريق التقني اللي امن لكم هذا البث المباشر، عبد الخالق السعدوي في الاعداد، المخرج صادق دغيم، الى ان نلتقي في مواعيد رياضيه لاحقه، لكم وانا اجمل تحيات، الى اللقاء. سبورماج موعد أسبوعي مع الرياضات الجماعية، كرة السلة، كرة اليد والكرة الطائرة، روبورتاجات، استضافات وتحاليل فنية، كل ذلك في سارة كل يوم ثلاثاء حوالي الساعة 9:30 ليلا مباشرة على الوطنية.